الأمر السادس التفريق بين حال القوة والضعف في التعامل مع المبتدعة. أهل السنة يفرقون بين هذا وهذا، لأن القاعدة عندهم في التعامل مع المبتدعة اعتبار القدرة ومراعاة المصلحة. القاعدة عندهم اعتبار القدرة ومراعاة المصلحة، ولذلك هذه المسائل التي تتعلق بالهجر والزجر والتنكيل بالمبتدعة يتفاوت فيها الحكم بين حال القوة، قوة السنة وأهلها، أو ضعف السنة وأهلها، فإن الأحوال ليست واحدة، الأزمنة تختلف والأمكنة تختلف. ولأجل ذلك أهل السنة أهل فقه وأهل رعاية للمصالح وأهل مراعاة لعلاقة المصلحة بالمفسدة ودرء المفسدة ودرجات ذلك. ولذلك يكون منهم من التشدد مع المبتدعة في حال القوة ما لا يكون منهم في حال الضعف. ربما يجنحون في مكان هم فيه مستضعفون، أو زمان هم فيه مستضعفون، ربما يجنحون إلى شيء من المدارات كفاً لشر المبتدعة، وهذا ليس من الخور وليس من ضعف الديانة في شيء، بل هذا من مراعاة المصالح ومن مواضع الضرورة. فلا يلام السني على شيء من ذلك. وفي مسائل إسحاق ابن منصور، ونقل هذا الخلال في السنة أن الإمام أحمد رحمه الله قيل له: من قال القرآن مخلوق؟ قال: ألحق به كل بلية. القرآن مخلوق بدعة شنيعة، بل بدعة كفرية. قال: ألحق به كل بلية. قال: يهجرون؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. إيش قال؟ أهل خراسان، وكان إذ ذاك الجهمية القائلون بخلق القرآن هم الذين لهم السطوة، وأهل السنة في حالة ضعف. فقال أهل السنة إيش؟ لا يقوون بهم، إذن يجنحون إلى المدارات. ومثل هذا ينبغي على الدعاة إلى السنة أن يلاحظه، فليست البلدان على درجة واحدة وليست الأحوال متساوية، بل ثمة تفاوت. ربما يكون في وقت أو مكان السنة ظاهرة وأهل العلم من أهل السنة متوافرون ولهم كلمة ولهم جاه ولهم قوة، فيكون منهم، أعني من أهل السنة، ما لا يكون في حال أخرى، حيث يكون في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة السلطة وسدة الحكم والمرجعية العلمية للمبتدعة المعادين لأهل السنة. فماذا يصنع أهل السنة هنا إن واجهوا هؤلاء بمثل هذا الذي يقرره العلماء؟ ربما وقع عليهم من الشدة ما يقع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ربما يترخص أهل السنة في مثل هذه الأحوال
بشيء من المداراة لهؤلاء والدفع عن أنفسهم. هذا المقام يدور مع المصلحة وجودا وعدما، لا بد من الفقه في ذلك.